ازيك يا صاحبي؟ الاخبار؟ جاهز نبدا العظمته بتاعتنا؟ قبل ما نبدا كده عاوزك تجهز لي كوبايه الشاي او النسكافيه وتعالى ورايا. فيلمنا بيبدا في مسرح في مدينه مشهوره وجميله جدا. بنقابل وقتها جراح اعصاب معروف جدا بيطلع يقول خطاب كده على المسرح، وبنعرف ان هو تم اختياره كقائد المؤتمر العالمي لمنظمه جراحه الاعصاب. وبعد خطاب صادق ومليان مشاعر جياشه، كل الجمهور بيسقف له وبيحييه على صدق مشاعره. وبعد المؤتمر ما بيخلص بيطلع دكتور جان عشان يروع نفسه كده في بار من البارات اللي في المدينة، لأنه بيبقى واد شقي كده وبيعرف يبسط نفسه بنفسه، وبيفضل سهران طول الليل في المكان ده مع صحابه. وبعد شوية بيتعرف على بنت من المكان بتبقى مركزة معاه طول الوقت. فبيمشي جان كده ومعاه البنت وبيطلعوا من البار، ولما جان بينام وبيصحى بيقوم يمشي كده، بس قبلها بيسيب ملاحظة كده صغيرة على المكتب للبنت. فبيطلع جنب العربية بتاعته على شغله وبيبقى شغال على جهازه عشان هو حد مشغول جدا جدا وكده يعني. وخلال الطريق بيتكلم معاه السواق بتاعه، وبنشوف كده الجو مغيم والدنيا بتمطر جامد. وهنا بتيجي لجان مكالمة من دكتور زميل ليه، يعني بيكلمه عن حالة قديمة في المستشفى وإنها عمالة تسوء أكتر وأكتر. فبيطلب جان من الدكتور إن هو يكشف على الحالة دي لحد ما يوصل. وفي مكان تاني بنقابل بنت بتبقى لسه صاحية من النوم، وبتروح تفتح صندوقها المليان قماش وأدوات خياطة عشان تبدأ شغلها في تصميم هدوم وفساتين. بنرجع تاني لدكتور جان وبنشوفه هو داخل بيته بسرعة وبياخد هدوم المستشفى عشان يطلع على شغله. وفي نفس الوقت بنشوف البنت وهي في العربية ومتجهة لشغلها هي كمان. وساعتها جان بيخلص كده وبيطلع من البيت ومعاه شنطة سفر وبيمشي. ودلوقتي بنعرف اسم البنت اخيرا، واللي هو زينب. وبنعرف انها بتشتغل خدامة في بيت جان. ولما زينب بتوصل البيت عنده يعني بتلاقيه مش موجود، وساب لها ورقة كده كاتب لها فيه ان هو مسافر كام يوم. فبتبدأ زينب شغلها وما بتضيعش وقت. ولما جان بيوصل شغله بيحضر اجتماع مع مجلس الادارة وبيبدأ يشرح شوية حالات حرجة كده وازاي يتعاملوا معاهم في الوقت المناسب عشان محدش يعني لا قدر الله يموت. فبيقطعوا طوفان زميله كده في الشغلانة وصاحبه، وبتناقش معاه في نفس الموضوع لحد ما بيتوصلوا يعني أخيرا لحلول كده تمكنهم من أي حالة حرجة تقابلهم. وفي بيت جان زينب بتبقى بتفتح الشباك عشان تهوي البيت، وبترجع تكمل شغلها من كنس وغسيل واللازم منه. أما جان فبيخرج من الاجتماع مع طوفان صاحبه عشان يروحوا يكملوا شغلهم في العمليات. وقتها بيبقوا بيتكلموا وبيهزروا مع بعض، فبيقابلوا في سكتهم دكتورة بتقف تتكلم مع جان وبتبارك له على منصبه الجديد، وكمان بتقول له لا ده احنا لازم نعملك حفلة مخصوص عشان المناسبة الحلوة دي. بس جان بيكرف كده وبيقول لها انه مشغول الاسبوع ده كله لانه بيبقى شغال محاضر في الجامعة. لكن دكتور برين بتفضل تقنع فيه، بس جان بيفضل ثابت على رأيه، فبتستأذن الدكتورة وبتمشي. وقتها توفان بيقول له كده الطير دكتورة لطيفة زي برين دي حتى سنجل يعني، وحاسس انكم ما تبقوا لاقين على بعض. بس جان ما بيهتمش بكلامه. وبعد يوم طويل بيخرج جان من المستشفى عشان يلحق مواعيده الكتيرة الباقية في يومه، بس بتجيله مكالمة بحالة طارئة فبيضطر يكنسل خططه وبيرجع المستشفى تاني عشان يروح أوضة العمليات بسرعة. وهنا جان بيبهر كل الدكاترة اللي معاه بمهارته في الجراحة. في نفس الوقت زينب بتبقى خلصت تنظيف البيت، فبتجيلها مكالمة من أختها اللي بتشتكي لها من صاحب البيت اللي طردها عشان الإيجار. فبتتوتر كده زينب أول ما بتسمع الكلام ده، بس إليف بتطمنها وبتقول لها إنها رايحة تقعد عند حد من قرايبها لحد ما تحل موضوع البيت ده. وبعدها بتسأل زينب عن خططها لباقي اليوم، بس زينب بتهدي أختها وبتقولها إنها هتظبط لها موضوع صاحب البيت ده. وفي المستشفى برين بتروح لجان تهزر معاه وبتقوله معلش بقى يا دكتور عطلناك عن مشاورك النهاردة بسبب الحالة. بس جان بيقولها لا عادي ولا يهمك. وهنا بيروح له طوفان وبيفضل يرخم عليه وبيقوله لا البت واقعة واقعة يعني. وبعدها بيفضل يقنعه بموضوع الحفلة وبيقوله ياخد فرصته مع برين لأنها بنت طيبة وبنت حلال. بس جان برضو ما بيبقاش مهتم. وبعدها بيرجع جان البيت بعد طول اليوم ده شغل بقى وهلك، فبيدخل البيت بيلاقي زينب نايمة واللي هو مين دي؟
فبيحاول يناديها ويفواها، بس لا حياة لمن تنادي، ونايمة كأنها ما نامتش من زمان. فبيصورها وبيبعت الصورة فورا لسلمى المساعدة بتاعته، فبتقوله ان دي البنت اللي بعتتها له تنظف البيت زي ما طلب. فبيسيبها جان تنام لحد الصبح وخلاص. والصبح لما بيجي جان بيقوم يعمل دوشة وبيتعمد انه يزعج زينب عشان تصحى من نفسها، بس اول ما زينب بتفوق وبتلاقي جان قصادها يعني بتتخض وبترتبك وبتبدأ تعتذر له انها نامت في البيت وما روحتش. بس جان بيقول لها مفيش مشكلة، وبيحاول يهديها ويطلب منها تتنفس وتتكلم بالراحة. فبتعتذر له زينب مرة تانية وبتقول له انها اول مرة تبات في بيت حد اشتغلت عنده، وبتأكد له انها ما سرقتش حاجة من البيت. ساعتها جان بيسألها عن حياتها، فبتقول له انها بتشتغل عشان تسد ديونها وكده. فبينتهز الفرصة وبيقول لها ايه رأيك نعمل ديل، وهي اني اسد كل ديونك واظبط لك الدنيا دي مقابل انك تيجي معايا حفلة رايحة قريب، لانه ما بيبقاش عايز يروح لحفلة مع برين. وبيقول لها ان الموضوع مش هياخد كام ساعة وبس، وبعدها خلاص يعني تقدري تمشي. وبيقول لها ان المساعدين بتوعها يهتموا بلبسها وشعرها وهم اللي هيجهزوها للحفلة. فبيأكد الديل من نفسه وبيمشي كمان قبل ما زينب توافق حتى. فبتطلع وراه زينب وبتوافق على العرض، بس بتطلب منه يساعد جارتها المريضة، واللي كل الدكاترة قالوا ان حالها ميؤوس منه وخلاص كده مفيش علاج. فبيقولها ده احنا عينينا، وبيوعدها ان هو يساعد جارتها كمان. فبتتبسط زينب كده وبتدخل بيت ويطر من الفرحة. وفي الوقت اللي زينب بتروح وتيجي كده وبتفرح بشبابها فيه، جان بيبقى مسحول في الشغل ووقته مش فاضي خالص. بنعرف ساعتها ان زينب بتحب تتفاعل مع كل اللي حواليها وترسم البسمة على وشوشهم، اما جان فعكسها تماما، فكل وقته بيبقى رايح للشغل وبس، والاطفال اللي بيقابلهم بيعاملهم معاملة الدكتور للمريض مش اكتر. من الاخر كده قلبه ناشف. وهنا زينب بتتصل بجارتها بد وبتطمنها انها اتكلمت مع الدكتور اللي بتشتغل عنده، وبتقول لها انها زبطت لها الدنيا معاه وانها تتعالج اخيرا. بس بد ما بتبقاش مرتاحة وبتقول لها قلبي مش مطمن مش متفائلة كده. بس زينب بتقول لها عيب عليكي، ده دكتور جان زينة الشباب وهيساعدنا. وفي المشهد ده جان بيقول لصاحبه فرجت ياض يا توفن، وهروح الحفل مع البت زينب الشغالة. توفان ساعتها بيسمع كلمتين دوت من هنا وما يبطلش تريق على جان من هنا. وساعتها بتدخل برين على جان وتوفان وبتوريه المقال بتاعه اللي نزل في الجرايد. وأول ما برين بتدخل توفان بقى بيفضل يغلس على جان بنفس الطريقة وبيقول له يا عم بتحبك وربنا بتحبك. وهنا زينب بتركب العربية مع السواق جان وبياخدها لمصمم أزياء مشهور جدا عشان يظبط لها فستان كده تحضر بيه الحفلة. وبنشوفه هو بيوريها كده كذا تفصيلة وكذا موديل وتختار اللي يعجبها، وبعدها بيطلع بيها على الكوافير عشان تعمل شعرها وتعمل مكياجها. وبالليل بنشوف جان في الحفلة هو بيسلم على مدير المستشفى ومعاه مراته، وبيفضل يتكلم معاهم شوية لحد ما بتظهر برين اللي بتبقى مركزة مع جان جدا، وبتروح ناحيته لما بتلاقيه مش مع حد. فبيحاول جان يتجنبها يعني بكل الطرق عشان ما يورطش نفسه معاها. وفي اللحظة دي بتوصل زينب وهي في كامل أناقتها، وطبعا أول ما جان بيشوفها بيتصدم من جمالها وما بيبقاش متوقع ده خالص، فبيروح لها بسرعة عشان يطرب من برين. وهنا برين كمان بتتصدم، بس عشان ما بتبقاش متخيلة ان جان جاي مع حبيبته. وقتها كل اللي موجودين بيبقوا مبهورين بجمال زينب ومبهورين باختيار جان العظيم ده. وقتها جان بيروح يتكلم مع زينب وبيقول لها اتصرفي بهدوء وقولي اللي هقولك تقوليه بالظبط عشان ما نتفضحش وحد يكشفنا. وبعدها بياخدها عشان يكمل كلام مع برين والمدير. وهنا بقى برين بتبقى بص شيطة لكن مش بتبين ده، وبيفضلوا واقفين يتكلموا مع بعض شوية، وبعد كده بيمشوا هما الاتنين وهم عاملين نفسهم واعين في دباديب بعض ومحدش عارف اللي فيها من اللي موجودين في الحفلة. بعدها بيروح توفان لجان اول ما بيشوفه مع زينب، وهو كمان بينبهر يعني بزينبه. وساعتها زينب بتبقى محرجة جدا يعني ومش عارفة تتعامل ازاي في الموقف ده. فبيروح جان يعمل حاجة كده بعيد وبيوصي توفان على زينب، فبيجيب توفان مشروب ايه وبيديه زينب، بس زينب ما بتقدرش تشرب اكتر من مرة عشان بيبقى مشروب غريب عنها وطعمه مش حلو، بس توفان بيجبرها تاخد تاني عشان تتعود عليه وشكلها ما يبقاش غريب قصاد الناس. ولما جان بيرجع يقف معاهم بتروح لهم جولجان واللي بتبقى مرات مدير مستشفى،
وبتاخد زينب بعيد عشان تقدمها لشوية ناس مهمين في الحفلة، بس زينب بتبقى مترددة ومش عارفة تعمل ايه، بس بتروح معاها. وحتى جان بيبقى متوتر جدا لحسن الموضوع يتكشف، فبيشجعه يعني توفان وبيقوله انها تعرف تتصرف. وهنا جولجان بتروح بزينب كده للناس المهمين دول وبتتكلم معاها عن ادوات التنظيف وكده، وشكلها كده بترمي كلام على حقيقة زينب. بس جان بيوصل في الوقت المناسب قبل ما الدنيا تبوظ وبياخد زينب وبيمشي بيها بعيد. وفي المشهد ده بتيجي لحظة تكريم جان، فالكل بيحييه وبيطلع يقول كلمة على المسرح. وبعد شوية الحفلة بتسخن أكتر وكل بيبدأ يرقص على الأغاني، وبنشوف زينب وهي مبسوطة ومتحمسة ويعني سكرانة شوية، لحد ما بيروح جان ياخدها منه ويرقص هو معاها، وكمان بياخد من زينب الشوت يعني اللي كانت هتشربه وبيشربه هو. وبعدها بتلاحظ زينب ان جان مهتم بيها زيادة يعني، وبتبقى مبسوطة جدا بالحوار ده، وبيفضلوا يرقصوا ويهزروا ويضحكوا مع بعض. وقتها جان بيطلب من زينب تفضل ماسكة المشروب بتاعها في ايديها لكن ما تشربهوش، وبيبقى مبسوط عشان شاف زينب مبسوطة ومش متنكدة زي ما كان متوقع. وهنا برين بتبقى واقفة غيرانة ومشطشطة وبتبقى بتتمنى تبقى مكانها يعني مع جان. وبعد شوية بيدخل عم حمدي مدير الشركة عشان يرقص مع مراته، وساعتها بيطلب من جان يروح معاه يعني مكان كده هو وزينب، بس جان بيرفض وبيقوله انهم مضطرين يمشوا على طول بعد الحفلة. بس بعد محاولات من عم حمدي بيوافق جان وبيروح مع زينب لمكان كده بره الحفلة، وساعتها بيلاقوا طيارة عم حمدي الخاصة مستنياهم، فبيركبوا الطيارة هما الأربعة جان وزينب وحمدي وجولجان، وبيربطوا الأحزمة وبيتكلوا على الله. وقتها زينب بتبقى متوترة لأنها بتخاف من الطيران والمرتفعات، فبيمسك بقى جان إيديها عشان يطمنها، وبتاخد بالها إنها حركة حقيقية مش تمثيل. والصبح بيوصلوا بالطيارة لمكان جميل جدا والبحر هناك زي الإزاز، فبتعتذر لهم جولجان بعد ما بيوصلوا من الرحلة الطويلة دي، وبتقول لهم يعني يروحوا يريحوا شوية من السفر. ولما بيمشوا جان بيعتذر لزينب على اللي بيحصل يعني وعلى السفرية المتعبة دي، بس زينب بتقوله انت بتقول ايه، ده انا عمري ما كنت احلم اجي مكان زي ده. وفي المشهد ده بيتجهوا كده الفيلا بتاعت عم حمدي واللي بتبقى متجهزة وبتطل على منظر روعة الروعة على صاحبي، بتتبسط بيه زينب جدا اول ما بتدخل المكان. ودلوقتي زينب وجان الاتنين بيبقوا تعبانين جدا من لسه امبارح، بس ما بقاش في الاوضة غير سرير واحد بس، فبتقول له زينب ينام هو وهي هتروح يعني تشوف لها اي حتة تنام فيها. بس جان بيرفض وبيقولها ابدا، وبيقولها هي ترتاح لان يعني بيبقى متعود على كده وعادي يعني هفضل صاحي. بس ساعتها زينب بتقول له طب بص السرير كبير وممكن يسعنا يعني احنا الاتنين لو كل واحد نام على الطرف، فبيوافق جان لانه بيبقى فعلا تعبان ومحتاج ينام، فبيقولها تاخد راحتها في الاوضه وتغير هدومها عقبال ما يخلص مكالمات الشغل اللي معاه. فبيطلع يقول المساعده بتاعته تاجل كل العمليات اللي وراه عشان هو مسافر حاليا. وبعد ما بيتاكد ان شغله كله تاجل بيرجع الاوضه وبيلاقي زينب نامت، فبينام على الجنب التاني من السرير، بس بيلاقي ان هو مش عارف ينام، ولحق ان زينب كمان بتكون عامله نفسها نايمه، فالاتنين بيبقوا صاحيين على السرير مع انهم تعبانين من السفر. ولما جان بقى بيصحى بعد شويه بيلاقي زينب قامت، فبيغير هدومه وبيروح يفطر مع استاذ حمدي ومراته، وما بيبقاش لاقي زينب. ولما بيسالهم عنها الست بتقول له ان زينب راحت تتمشى شويه، فجان بيروح يدور عليها وبيقعد ينادي عليها، فزينب بتطلع له كده من وسط الزرع وهي ماسكه التوت في ايديها بعد ما طفته، فبتدي منه لجان عشان ياكله، ولما بيدوقه بيعجبه جدا. فزينب بتقوله ان المكان هنا حلو قوي، فجان بيقولها ان هي اللي حلوه وبتعرف تتاقلم على المكان بسهوله. وفي الوقت ده جان بيبقى بدا كده يقع في حبها بس لسه مش واخد باله. وبعدين بتجيله مكالمه من المساعده بتاعته بتقوله ان كله اندرستاند يا برنس وكله تحت السيطره، وهم رايحين يفطروا جان بيقول لها ما تنادهوش رسميه يعني كده قدام الناس، وبتتعامل معاه عادي. وبعدين بيتكلم معاها بخصوص حاله باد وبيقولها انها خطيره جدا، بس الورم اللي في المخ ده مش سرطان وان ورم نادر جدا وصعب، وان الاحسن انها ما تعملش العمليه وتعيش الفتره اللي باقيه لها وهي بتحاول تبسط نفسها لان اللي فاضل لها مش كتير وهم يدوب شهرين بس. ولما زينب بتسمع ده مش بتقدر تمسك نفسها وبتعيط بس بتحاول تمسك نفسها. وبعد كده بيروحوا يفطروا مع استاذ حمدي ومراته، والكل وقتها بيمدحوا في جمال زينب، واستاذ حمدي بيسالها عن رايها بخصوص المنظر، فبتقوله انها منبهره بالمنظر وبتعرض عليهم
انه هي يعني اللي تحضر العشاء بالليل. فاستاذ حمدي بيوافق وبيقول لها ان هو كده كده هو وجان محتاجين يتكلموا مع بعض في الشغل. وبعد ما بيخلصوا فطار كل واحد فيهم بيروح يشوف يعني اللي وراه، وزينب وجان بيلفوا في البلد وبيقضوا وقت لطيف سوا، وبيروحوا يشتروا شويه حاجات، وكل اللي بيعجب زينب جان بيشتريه لها، فبتشكروا على الحاجات دي كلها. وبعدها بيروحوا يتفرجوا على المناظر الطبيعيه. وبعد شويه جان بيتعب وبيقول لها ارتاحوا شويه، بس زينب بتكون لسه ما تعبتش وبتطلب منه انهم يكملوا مشي لان كده كده اللي فاضل مش كتير. فجان بيقول ان هو على طول مشغول وما عندوش وقت يتمرن، وانه لو وقف شغل وقتها الناس هتموت. وزينب بتكون فاهمه قصده بس بتفضل مكمله مشي وبتشجعه هو كمان يتمشى معاها شويه. ولما بيقترح عليها انها تاخد صوره مش بترضى وبتقول انها عايزه تعيش اللحظه، بس جان بيفضل مصمم فبيوقفوا كده يتصوروا. وبعدين بيروحوا يقعدوا في كافيه وهم قاعدين بيتكلموا عن المناظر اللي قدامهم والاشجار، وزينب بتقول انها نفسها في بيت بسيط بتفاصيل معينه، وجان بيقعد يسمعها بص بمنتهى التركيز. وبعدين لما بيسالها عن عيلتها بتقول له انها ما عندهاش غير اختها اليف، وان باباها ومامتها ماتوا في حادثه من بدري، ومن وقتها وهي اللي بتاخد بالها من اختها وبتصرف عليها، وانه اليف يعني معتمده اعتماد كلي على اختها الكبيره في دراستها، وان زينب اوقات كتير مش بتقدر توفر لها كل اللي محتاجاه. وهي بتحكي لجان بتقول ان هو مش حاسس بمعاناه الناس التانيه بس بتحس بالذنب وبتعتذر له على طول. والاتنين بيفضلوا ساكتين فتره. وبالليل زينب هي اللي بتحضر العشاء والكل بيعجبه طبخها جدا وبيشكروها على الاكل العظيم ده. ولما جوجان بتسالها عن الوصفه زينب بتقولها انها تبقى تقولها على الطريقه. وهم قاعدين يتكلموا جوجان بتسالها عن الشغل بتاعها يعني، وبتقولها ان في ناس كتير عايزه تستثمر في الشركه بتاعتها، وبتفضل ترغي كتير في تفاصيل الشغل وبتطلب من زينب انها تحدد لها ميعاد، وده بيخلي زينب وجان يتوتروا وزينب ما بتبقاش قادره تتحمل اكتر من كده. وعشان بتكون جابت اخرها من كل الكذب ده وبتقول لهم انها ما عندهاش شركه ولا حاجه، وانها بتشتغل عامله تنظيف في شقه جان بس. وقتها الكل بيتصدم وجان بيتحرج، وبعد كده زينب بتستاذن وبتمشي. وفي الوقت ده الكل بيبقى ساكت ومحدش عارف يقول ايه. وبعدها لما بتدخل اوضتها جان بيروح وراها، فبتقول انها مش قادره يعني تكمل في التمثيليه بتاعته دي، وانها كانت فاكره انها تقدر تتعامل مع الوضع بس لقيت انها مش هتعرف تكمل. فجان بيعتذر لها على الوضع اللي حطها يعني فيه ده، وبيقول لها انه عمل كل ده عشان ما كانش عايز الناس تساله اسئله كتير، وعشان كده هو كذب وما كانش يعرف ان الموضوع هيوصل للدرجه دي. وبعدها الاتنين بيفضلوا ساكتين شويه، وجان بيخرج من الاوضه وبيقول لها ترتاح لانهم هيمشوا الصبح. وبالليل استاذ حمدي وجان بيتكلموا في مواضيع كتير بخصوص الشغل. وفي وسط الكلام استاذ حمدي بيقول له ما يزعلش يعني زينب عشان هي شكلها بنت لطيفه وما تستاهلش اي حد يزعلها. وتاني يوم الصبح جان وزينب بيرجعوا البلد، وكل واحد فيهم بيرجع لحياته. وفي الوقت ده جان بيبقى اعجب بيها جدا، فبيسالها اذا كانت حابه تروح معاه شقته، بس هي بتقول له انها مش هتروح تنظف له عشان ده مش دورها، بس بتعرض عليه انها تروح تساعده بعيدا عن الشركه. بس جان بيقول لها تروح بيتها وترتاح عشان هي اكيد تعبت من السفر. وبعدها بتركب معاه وجان بيكون مكسوف طول الطريق لحد ما بيوصل المستشفى. ولما زينب بترجع البيت بيد كده بتسالها عن اللي حصل وبتقول لها تحكي لها كل حاجه بالتفصيل. فزينب بتضحك وبتقول لها ان الدكتور عرض عليها الجواز، وبتهزر مع بيد، وبيد بتصدقها في الاول بس بعدين بتفهم انها بتتريق فبيضحكوا سوا. وبعدها زينب بتحكي لها عن الرحله كلها وعن السفر والاجازه وبتقعد تغيظ فيها، بس بعدين بتقول لها ان جان بيستغلها بس يعني عشان يبعد بيها الستات اللي مش عايزهم في حياته، وانها زيها زي مضرب الحشرات في حياته. بس بيد مش بيفرق معاها وبتقول لها يعني انه اكيد حبها لانه مش هيلاقي زيها، بس زينب مش بتهتم يعني بكلامها ده. وبعد كده بيد بتسالها عن موضوع الاشعه، فزينب ما بتبقاش عارفه تقول لها ايه، فبتقول لها ان مفيش جديد، وان قال لها نفس الكلام. ولما بيد بتسمع ده بتزعل عشان بتفهم ان ده معناه انها مش فاضل لها كتير. وفي اللحظه دي اليف بترجع وبتجري على زينب تحضنها وبتقول لها انها اتقابلت في الجامعه الامريكيه، والاتنين بيقعدوا يتنططوا من الفرحه. بس بيد بتكون واقفه على جنب زعلانه من بعد الخبر اللي سمعته. وفي الناحيه التانيه جان بيبقى قاعد في المستشفى بياكل لوحده، فتوفان بيجي كده يتكلم معاه وبيحكي له ان هو عارف بموضوع زينب بس بيوعده انه مش هيقول لحد. وبعدها بيرخم عليه بخصوص السفريه
وان هو فسحها مع انه ما كانش ناوي يعمل كده، وبيقعد يرخم عليها اكتر وبيقول له ان هو بيحب زينب وعشان كده هو متغير. بس جان بيتضايق وما بيبقاش عايز يتكلم عن الموضوع، ومش راضي كمان يعترف ان هو بيحبها، فبياخد بعضه وبيمشي، وتوفان بيقعد كده يرخم عليه عشان اخيرا جان بقى بيحب حد. وبعدها لما بيدخل المستشفى بيسلم كده على الكل، والموظفين اللي هناك بيستغربوا من اسلوبه اللي اتغير فجأة، وحتى لما بيتكلم مع ولد الصغير بيبقى لطيف معاه وبيحضنه كمان. وبالليل بيدو وزينب بيقعدوا سوا بيتكلموا عن إليف، واللي بتبقى راحت تحتفل مع صحابها، وزينب بتكون قاعدة تخيط لها تيشرتات بتاعتها اللي بتحبها، وبتقول له ان اختها الصغيرة اولى بيه وهتفرح بيه قوي يعني، وهينفعها لما تسافر. ولما بيت بتسألها هي ناوية تحكي لإليف امتى، زينب وشها بيقلب وبتقول لها انها تستناها تمشي الاول وبعدها تبقى تحكي لها، لانها لو قالت لها على السر ده فهي كده هتبقى بتحرمها من انها تعيش مستقبلها. فبيت بتقول لزينب انها لازم تقول لإليف في اقرب وقت. وفي اللحظة دي جان بيتصل بزينب وبتلاقيه محتاس وهو بيطبخ الاعشاب اللي زينب جابتها معاها من السفرية، فبيقولها انه عايز يطبخ بس هو ما عندوش لحمة في البيت، وان حالة الضغط بتعمل اصوات غريبة. فزينب بتقول له يخرج بسرعة من المطبخ لان الحلة ممكن تنفجر، وفعلا الحلة بتنفجر والمطبخ بيتبهدل على الاخر. فزينب بتقلق وبتعرض عليه انها تيجي تطمن عليه، وجان لما بيسمع ده ما بيصدق وبيقول لها تروح له البيت. فزينب بتجري على هناك على طول عشان تطمن عليه، فبيت بتقول لها انها تكمل هي خياطة التيشيرت. وفي المشهد اللي بعد كده زينب بتروح الشقة، وجان بعد ما بيفتح لها الباب بيوريها المطبخ وبتلاقيه متبهدل جدا، فزينب بتقول انها هتنظفه. وجان من اول ما بتدخل وهو بيفضل منشكح وبصص لها كده وبيعرض عليها ان هو يساعدها، وبيقولها ان هما هيخلصوا اسرع لو نظفوا المكان سوا، وزينب بتوافق وبيبداوا تنظيف فعلا. بس وقتها جان بيعترف لها ان هو بيحبها. وتاني يوم الصبح زينب بتصحى تلاقي نفسها في شقته، وجان بيكون نزل وراح الشغل عشان عنده عملية مهمة، فبتتضايق عشان بتحس ان كلمها عشان يتسلى. وجان كمان في الناحية التانية بيبقى متضايق من الموضوع وحاسس ان العلاقة دي هتعمل له مشاكل وحوارات كتير، فبيبقى متعصب وبيقعد يزعق في زمايله وسط العملية. وبعدها بيكون قاعد في الجنينة وباصص في صورة زينب، وفي الوقت زينب بتقوم كده تكمل تنظيفه وهي قاعدة لوحدها في البيت. وبعد شوية توفان بيجي لجان وبيقول له ما يكسرش قلبها، فجان لما بيحكي له يعني عن اللي حصل الاتنين بيفضلوا قاعدين ساكتين عشان بيفهموا انها زمانها فهمت غلط وقلبها اتكسر. وبالليل جان وهو قاعد يشتغل في البيت بيلاقي برلين جات له فجأة، فبيخليها تدخل بس ما بيبقاش عارف يقول لها ايه. فهو بيحط لها يعني حاجة تشربها، برين بتبدأ تفكر في طريقة كده تجيبه سكة بيها. فجان في الوقت ده بيبقى مش بيفكر غير في زينب. وبعدها بيقعدوا يتكلموا سوا عن الشغل، وفي اللحظة دي بتجيله مكالمة وبيقولوله انها في حالة طارئة وانه لازم يروح حالا. فجان ما بيصدق عشان يتهرب من برين، وبيقولها ان هو لازم يمشي حالا، فبيجري على المستشفى وبيقولها تعتبر يعني البيت بيتها وتاخد راحتها طبعا، وهي بتوافق طبعا وبتقرر تبات عنده. وفي الناحية التانية زينب مش بيجي لها نوم وبتبقى عمالة تفكر في جان. وقتها إليف بتدخل عليها وهي فرحانة وبتقول لها انها مش جاي لها نوم، وانها فكرت يعني فكرة جهنمية تخليها هي كمان تسافر معاها، وبتقول لها انها تخليها تعيش حياتها في امريكا وانها مش هتضطر تعاني يعني زي ما بتعاني دلوقتي. بس زينب بتقول لها انها مبسوطة في حياتها دي. وتاني يوم الصبح برين بتصحى وبتسيب هدومها في شقة جان عشان تعملوا مشكلة يعني بينه وبين حبيبته. وبعدين وهي ماشية زينب بتيجي، ولما برين بتشوفها بتقولها ان جان راح المستشفى، وبتعتذر لها وهي بتكذب وبتقولها انهم كركبوا البيت جامد امبارح. وزينب لما بتسمع ده مش بتقولها حاجة، فبرين وهي خارجة بتتريق عليها وبعدين بتمشي. وبعدها زينب بتدخل الأوضة وبتشوف هدوم برين على السرير ومعها رسالة سايبها لها جان. فزينب بترمي الورقة في الأرض وتخرج من البيت وهي زعلانة عشان بتكون حبت جان، بس هو خان ثقتها. فبتمشي وهي بتعيط. وبعد كده جان وبرين بيتقابلوا في المستشفى وبيتكلموا شوية، فبرين بتقوله إنها نامت عنده عشان كانت تعبانة. وقتها جان بيقلب وشه، بس بيتصدم أكتر لما برين بتقوله إن زينب جت بعدها عشان تنظف البيت وتتمسكن وهي بتعتذر له. وقتها جان بيستوعب اللي حصل فبيجري من المستشفى عشان يروح لزينب ويعترف لها باللي حاسه ناحيتها فعلا. وفي الوقت ده زينب بتبقى متعصبة على الآخر،
هي وبد وبيقعدوا يشتموا في جانا على اللي عمله، وزينب بتكون زعلانة أكتر عشان هي كانت بدأت تحبه وتثق فيه، وبد بتقول لها إن اللي حصل حصل خلاص، والأحسن تبطل تفكير ويجهزوا يعني حاجاتهم عشان يسافروا إيطاليا مع عائلة بد. وبتقول لزينب إنها لازم تتبسط وتعيش حياتها وتنسى كل ده في الرحلة. فزينب بتوافق وبتخرج كده تلم الغسيل، وبد بتبقى قاعدة تشتم في جان وبتقول إنها لو شافته هتديله بالجزم على وشه. وفي اللحظة دي جان بيجي وبيبقى بيدور على زينب، وأول ما بد بتشوفه بتتخض، بس لما بتقابله مش بتقوله ولا كلمة وبتخليه يدخل البيت عشان يقابل زينب. وفي الوقت ده زينب بتبقى متغاظة على الآخر وعايزة تتخانق معاه، بس هو بيتحايل عليها إنها تسمعه الأول، فبيقول لها بعدين إنه محتار الفترة دي ومحتاج شوية وقت بس. بس زينب مش بتكون عايزة تسمعه، ولما بتكون عايزة تسيبه وتمشي بيقول لها إنه عمره ما حس الإحساس ده قبل كده مع أي حد، وإن راسه هتنفجر من كتر التفكير، وإنه محتاج وقت بس يفكر في اللي بيحصل ده، وبيقول لها إن مفيش حاجة حصلت بينه وبين برين، وبيشرح لها الموقف كله وبيطلب منها تديله شوية وقت بس. بس زينب بتكون جابت آخرها، فبتقوله إنها ما عندهاش وقت ليه، ولما بتبقى هتمشي بيحاول يوقفها وبيطلب منها تديله فرصة. بس وقتها زينب بتنهار وبتعيد له كلامه اللي قاله بخصوص الورم اللي عند بد وهي بتعيط. وقتها جان بيحس إن في حاجة غريبة، وبتطلع إن الورم ده عند زينب مش بد، وإنها مفيش معاها وقت كفاية. ولما جان بيسمع ده بيتدمر، وزينب بتقوله إن الأشعة اللي شافها دي بتاعتها هي مش بتاعت بد، فجان ما بيبقاش عارف يقولها إيه، بس بيحاول يقولها إن هو هيلاقي حل الموضوع ده. بس زينب بتقوله يوقف كلام، وبتشرح له إنها مش هتقدر تعمل عملية دلوقتي عشان إليف محتاجة مصاريف للجامعة بتاعتها، ولما بيطلب منها تبطل تفكر يعني في إليف وتنسى نفسها، زينب مش بتوافق، وبتقوله هي بتعيط خلاص اتقبلت مصيري ومش هينفع دلوقتي تعرف إليف باللي بيحصل، وعشان كده هي وبادي اتفقوا يسافروا إيطاليا عشان تعيش آخر أيامها وهي مبسوطة. فجان بيقولها إن هو هيفكر في حل، بس زينب ما بتبقاش عايزاه يتدخل وبتسيبه وبتمشي. وجان وقتها بيكون منهار وبيقعد يعيط هو كمان، ولما زينب بتبقى بتحضر حاجاتها جان بيروح لها كده وبيقول لها إنه مش هيقدر يسيبها بعد ما لها أخيرا، ونستوعب إن هو بيحبها ومش هيسيبها تروح منه، وبيقول لها كمان إن هو هيروح معاها. ولما بتقوله إن هو مشغول على طول وما عندوش وقت، بيقول لها إن هو هيفضي نفسه عشانها، وإن هو قرر إن هو هيسافر معها خلاص، وبيحضنها زي ما يكون خايف إنها تروح منه. وبعدها بياخدها وبيبدأوا رحلتهم، وبيروحوا إيطاليا وبنشوفهم بعدها وهم قاعدين يتكلموا سوا ويهزروا ويتفسحوا هناك، وجان بيقع في حبها أكتر وأكتر، وبيقضوا وقت لطيف سوا جدا، وبتمشوا على البحر وهم مبسوطين إنهم مع بعض، وبيقرروا إنهم يعملوا كل اللي نفسهم فيه ويعيشوا اللحظة دايما. وفي يوم هم خارجين الدنيا بتمطر عليهم، فزينب بترفع ايدها لفوق وبتخلي المية تنزل على ايديها، وقتها جان بيفضل باصص لها كده وبيحس ان هو مش عايز حاجة تانية من الدنيا غير ان هو يفضل معاها، وبيوعدها ان هو يفضل فاكرها دايما. وبعد كده بيرجعوا يقفوا تحت المطر، وجان هنا بيحس ان هو بيعيش اسعد لحظات حياته، وبيرقص كمان تحت المطر وبيحضنها. وتاني يوم الصبح زينب لما بتصحى من النوم بتلاقي جان قاعد على جنب كده سرحان، وأول ما بيلاقيها صحيت بيجري عليها وبيقول لها إن هو لقى الحل وواثق 100% إن هو هينجح، وبيطلب منها إنها تديله فرصة، وزينب بتوافق. وفي المشهد اللي بعد كده هو في المستشفى توفان بيتصدم وبيعرف بموضوع العملية وبيبقى ضدها، بس جان مش بيرضى يسمع له، فبيقوله نسبة نجاح العملية دي 10% بس، فجان بيقوله إنها كفاية بالنسبة له. بس توفان بيقوله ما يبوظش البنت حياتها، وإن العملية دي ممكن تخليها تقضي حياتها كلها عايشة على الأجهزة. فجان بيعيط عشان بيكون عارف إن توفان ما حق، ولما بيقوله إن هو اللي هيعمل العملية توفان بيقوله إنه ما ينفعش يعمل العملية دي بالذات بالحالة دي، وبيقوله كمان إنه مش موافق على العملية ومش هيقدر يشوف جان وهو بيدمر نفسه. وهو ماشي جان بيفضل يعيط من جواه، وبيكون عارف إن توفان كلامه صح. وفي الناحية التانية إليف بتنهار لما بتعرف بالخبر، وبتسأل زينب هي إزاي وصلت المرحلة دي وهي ليه ما قالت لهاش. فزينب بتقول لها انها ما كانتش عايزه تقول لها عشان ما توقفش المنحه بتاعتها، فإليف بتقول لها انهم وقتها كانوا هيفكروا في حل سوا، بس زينب بتقول لها انها جربت كل حاجه بس لقيت ان مفيش علاج للحاله بتاعتها. فإليف بتنهار من العياط وبتقعد على الارض وهي منهاره بعد ما بتتاكد ان اختها خلاص بتموت، وبتقعد تزعق وهي بتقول لها انها الوحيده اللي باقيه لها في الحياه وهي كمان هتسيبها دلوقتي وانها مش هتقدر تعيش من غيرها،
وزينب لما بتسمع ده بتنهار هي كمان من العياط، فأليف بتقعد تتحايل عليها انها ما تستسلمش، بس زينب ما بيبقاش في ايدها اي حاجة تعملها، وبتقولها ان جان قال لها انه فكر في حل، بس أليف مش بتبقى مطمنة برضو. وفي المشهد اللي بعد كده جان بيعرض فكرته على مجلس الجراحة بس محدش بيوافقه، وحتى توفان بيقوله انها عملية خطيرة وان محدش جربها قبل كده، وبقى الدكاترة بيقولوا نفس الكلام وبيقولوله انها كده كده هتموت وانها مش هتقدر تعيش، وبرين كمان بتقول انها مش هتقدر تعرض سمعة المستشفى للخطر لمجرد بس مصلحة جان. وهو لما بيسمع ده بيتعصب وبيقول الكل ان هو يلاقي طريقة وبيخرج من المكان وهو متنرفز. وفي الناحية التانية في البيت زينب بتوري إليف الهدية اللي كانت بتعملها لها، وبتبقى عبارة عن ملاية فيها كل حاجة عزيزة عليها، وبتبقى حاجة كده تفتكرها بيها. فإليف بتحضن أختها وبتتحايل عليها إنها ما تسيبهاش لوحدها، والاتنين بيعيطوا. فزينب بتقول لها إنها عاشت حياتها وإنها راضية باللي عاشته وجاهزة إنها تمشي دلوقتي. وفي الوقت ده جان بيبقى حاسس إن هو عاجز، خصوصا إن هو شاف إن هو لوحده ومش هيعرف يساعدها طول ما هو لوحده كده. وفي اللحظة دي توفان بيتصل بيه وبيقوله إن في واحد من المرضى بتوعه جاله نزيف وإنه محتاج يعمل عملية ضروري. وفي الوقت ده زينب بتبقى بتجهز العملية، وإليف وبد بيبقوا ميتين من القلق، ولما بتبقى هتودعهم خلاص إليف بتقول لها ما تعملش كده، وبيتفقوا إنهم ما يودعوش بعض عشان إليف مقتنعة إنها ترجع لها تاني وهتبقى أحسن من الأول كمان والعملية هتنجح، فبيحضنوا بعض جامد. وفي الوقت ده جان بيجي وبيقول لها إنهم هيعملوا العملية خلاص، فإليف وبيت بيخرجوا من الأوضة وجان بيمسح لها دموعها من على وشها، وهي بتقوله إنها ما عندهاش أي أمنية وإنها مقتنعة إن كل حاجة بتحصل لسبب وإنها حتى لو ماتت هي هتكون مبسوطة. وجان هو بيسمع ده بيعيط هو كمان، فبتخليه وعدها إن هو يفضل فاكرها دايما، وهو بيوافي وهو بيعيط. وبعدين بيقول لها إن كله هيبقى تمام، وكل واحد فيهم بيقول التاني إنهم بيحبوا بعض أكتر. وفي اللحظة دي بيدخلوا ياخدوها عشان تجهز لأوضة العمليات، وهم واخدين على هناك طوفان بيسأل إذا كانت عندها نزيف المخ فعلا، بس جان مش بيرد عليه، فطوفان بيتخانق معاه عشان كذب عليه وبيخالف كل أنظمة المستشفى، بس جان مش بيرد عليه وبيقول له يشتغلوا بس. وبعد ما بيجهزوا العملية، وفي وقت ده بيرين بتبقى ماشية من المستشفى بس بتعرف من دكتور تاني إن زينب بتعمل عملية، فبتتخض وبتتصل بطوفان تسأله إذا كان جالها نزيف فعلا ولا لأ، بس طوفان بيقولها الحقيقة. فبرين بتهدي جان وبتقوله إن اللي عمله ده غلط وإنها تسحب الرخصة بتاعته منه، فبيقولها إن هو يتحمل مسؤولية وبيخلي طوفان يقفل. ومع الوقت العملية بتبقى أصعب وبتاخد ساعات وبيكون في خطورة كبيرة، بس جان بيعمل كل اللي يقدر عليه وبيحاول على قد ما يقدر إن هو يفضل مركز بس مش بيقدر. وبعدها بيخرج من أوضة العمليات من إحباطه لأن العملية بيكون باين عليها إنها مش هتنجح، فبيفضل يفكر في حلول تانية لمدة طويلة، وساعات بتعدي وبيرجع يفكر في الكلام اللي طوفان قاله له، وبعدها بيرجع وبيبص على صورة الأشعة بتاعتها، وقتها بيلاقي المشكلة وبيرجع يكمل عملية، فبيقول الكل يغيروا مواقعهم ويجهزوا. ولما طوفان بيرجع يقوله إن الفكرة دي مش هتنفع، جان مش بيسمع له برضه، فبيحاولوا كلهم من تاني بس بتقابلهم نفس المشكلة، وبيكون عدى 8 ساعات والعملية لسه شغالة، بس مرة واحدة بتبدأ تنزف والوضع بيتعقد أكتر، وكلهم بيتوتروا وبيحاولوا إنهم يحلوا المشكلة لحد ما جان بيقدر يوقف النزيف وبينجح، بس في اللحظة دي قلبها بيقف فجان بيتصدم. وقتها طوفان هو اللي بيكمل عملية، وجان بيفضل متنح وإيديه بترتعش، فبيخرج من الأوضة لما بيلاقي حالتها بتسوق وبيقع على الأرض وبيفضل يعيط عياط هستيري لأنه ما قدرش ينقذها، بس مرة واحدة قلبها بيرجع ينبض بس بتدخل في غيبوبة. وجان بيروح يحكي لإليف وبيطلب منها انها تمسك نفسها وتعمل اللي زينب كانت عايزاه، وهي انها تعيش كل اللحظة في يومها كأنها الأخيرة. وفي المشهد اللي بعد كده بيكون عدى 3 شهور، وبتشوف جان وهو عايش في بيت جديد وبتكلم مع زينب وهو قاعد بيحضر الفطار. ولما زينب بتيجي بيلاقي انها بقت كويسة والاتنين عايشين يعني حياة زي الفل، وجان اتعلم ان يعيش حياته ويكون مبسوط ومع الانسان اللي بيحبها. وبعدها بيروح السوق يشتري حاجات كده والدنيا بتمطر عليه، وقتها المية بتنزل على جسم زينب وهي نايمة برا الجنينة. وفي الوقت ده جان بيكون راجع البيت وبيفتكرها أول ما بتبدأ تمطر زي ما كان وعدها، بس زينب في الوقت ده بتفضل نايمة ومش بتصحى تاني، وجان بيبقى بيفتكر كل اللحظات الحلوة اللي عاشها معاها وهو راجع البيت. وبس كده يا سادة بنكون خلصنا العظمته بتاعتنا، وأشوفك في العظمة اللي جاية. سلام.